خلينا نتحدث عن الإجراءات الأولى في حال الشخص هو صارت عنده إصابة بارتفاع ضغط الدم. شنو أول الإجراءات؟ شنو لازم يصير؟ علاج السبب أولاً. إذا كان داخل دواء مثلاً الفيتامين أي هذه يقطع، هذا أول شيء. يعني ما هنا طبعاً هو لازم طبيب، يعني طبيب يحدد ليش يسوي. أكيد هاي أكيد هاي بعد أن يتم التشخيص هنا. حسب الحالة بعد أن يتم التشخيص. يعني إحنا هنا مثلاً نبدي أول علاج الحالة هي علاج مسببه، مثلاً الدواء، يعني مشاكل مثلاً ثانية، نزف، ورم، هذه بداية هذه العلاج الأولي. نجي علاج تخفيف ضغط الدماغ، احنا عندنا هنا انواع علاجات ممكن نستعمل نفسها، هي طبعا هاي من المفارقه انه نفس الاستيرويد الدكسن هو يسوي وهو يقلله. اها هاي من المفارقات طبعا انه الاستيرويد هي تسويها وهي تقلل الضغط الدماغ، اي يعني هاي من المفارقات مالتها. مثلا هنا العلاج ينقسم قسمين حتى نقلل ضغط الدماغ. اول شيء احنا نسميه خلينا نقول العلاج التحفظي اللي هو بدون ادويه، اللي هو شنو؟ لما ينام سسمه يرفع الزاويه مال النوم ما تفد 30 درجه، يعني الرجل ترفع؟ لا لا الراس يرفع 30 درجه حتى يبدي شنو؟ حتى يبدي الدم يداور بسرعه داخل الدماغ. ليش؟ لانه الدم شلون يداور داخل الاورده الدمويه مو مثل الاورده اللي باقي بجسم. يعني هذا كان المفروض اقوله من البدايه، وهي انه سيستم تنظيم الضغط بالشرايين داخل الدماغ والأوردة داخل ما له علاقة بسيستم تنظيم الضغط داخل العازل الجسم الأوتوريجليتري ميكانيزم أو تنظيم الضغط داخل الدماغ، هذا لا إلى ميكانيكية واحد تختلف تماما عن الميكانيكية مال الجسم. زين، فهي مشكلة الميكانيكية تعمل تقريبا بين درجة بين ضغط 60 إلى 160 جواها، بعد ما تشتغل فوقها ما تشتغل. ولذلك مثلا مريض الضغط يقولوا له دائما حاول تحافظ ضغطك على 14/8 هيك شيء دائما اذا عندكم احد عنده مريض ما الضغط. ليش؟ حتى هاي الميكانيكيه تظل تشتغل بها حتى لا يتاثر الدماغ. لعد شنو هاي الزاويه؟ شنو الفرق؟ اي زاويه؟ قلت زاويه 30 للراس. هذه حتى شنو؟ الاورده الدمويه الدماغيه ما بيها عضلات مثل بقيه اورده الجسم، تعتمد على الجاذبيه. يعني شنو؟ انا واقف شي يسوي الوريد عن طريق الجاذبية يبدي يرجع الدم إلى القلب. فهنا لما أنت نايم ما رح يرجع بالطريقة المضبوطة، بس لما أنت تنام شوية راسك عالي رح يبدي يرجع بالطريقة المضبوطة. اللي ينام بدون مخدة صعب هذا. اللي ينام بدون، لا هذا ما له علاقة، هم تعتبر بدون مخدة تعتبر. بس لما تعلي راسك شوية لا رح تزيد كفاءة إرجاع الدم للقلب. بهي حالة إيش رح نسوي؟ مثل ما قلنا واحد من المكونات بدينا نقلل من عنده، فرح يقل الضغط داخل الدماغ. هذه بداية. هاي نوع من العلاجات اللي ما نحتاج بها تداخل مال الأدوية. فشي نسميه الهايبر فنتيليشن، يبدي يتنفس بسرعه او نخليه على الجهاز يخليه يتنفس بسرعه. ليش؟ حتى شنو؟ مثل ما قلت بالبدايه نطلع ثاني اكسيد الكربون، زيد الاكسجين، راح يصير زيد الاكسجين، فبالنتيجه الدماغ بيوصل اللي يكفيه من الاكسجين راح تتقلص الاوعيه الدمويه.